في اغنيه لوالدك كل الناس فاكره ان هي مش بتاعته، واتشهرت ان هي مش بتاعته وناس قليله جدا اللي تعرف ان هي بتاعته اصلا، يعني اصلا بتاعته. حلوين من يومنا والله، حلوين من يومنا والله. ده لحني والاستاذ سيد مكاوي الله يرحمه، ده يعتبر رابع لحن في حياتي. ده حقيقي. وانا طبعته في شريط كاسيت مع غنوه بلدي، يعني بلدي والغالي علينا، وسالوني بينا ايه الاستاذ خالد الامير. دول نواه شريط. ايوه، امال ليه ناس كتيره فاكرين ان هي بتاعت موسيقار سيد مكاوي؟ كان هو الله يرحمه الاستاذ سيد كان بيحب يغني اغانيه، يعني غنى الحانه يعني. غنى الورده، غنى اللطيفه، غنى المياده في حفلاته يعني، وده شرف لينا يعني. طب ما تسمعها لنا بصوتك بقى يا استاذ محمد، ارجوك. وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة، حلوين من يومنا والله قلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. قالي طول شوية عالصحبة الحلوة دي، قالي طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ده الغالي 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 علينا غالي، ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة. ليلي بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. ليلي بعت سلامي سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا. وبتر أفراحي غنوة يجعل أيامنا حلوة، وبتر أفراحي غنوة يجعل أيامكو حلوة. وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة، يعني طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يعني طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ده الغالي الغالي. ولا عمره هيتنسى. حلوين من يومنا والله، والله قلوبنا كويسة.
نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.